ترشيح من دول الأعضاء الخمسة المؤسسين لهذا التجمع أو باختيار منهم، لكن إحنا عندنا طموحات في هذا التجمع اقتصادية وسياسية أيضا، وهناك تحديات بتواجه مصر بدخول هذا التجمع، وأيضا بتواجه التجمع كله، لأنه جزء من قيام هذا التجمع هو مواجهة هيمنة أمريكا والغرب الاقتصادية على العالم. زي ما كلكم عارفين إنه سنة 44 عقد الحرب العالمية الثانية اتعمل اجتماع اسمه اجتماع بريتون وولف في أمريكا اللي أقر الدولار كعملة أساسية في العالم، عملة تبادل كل دول العالم. وأهم من كده إن هذا الاجتماع نشأ فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فبقى أمريكا عندها أداتين للسيطرة والهيمنة على العالم عن طريق الاقتصاد، وهم مؤسسات التمويل الكبرى في العالم اللي هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبادل بالدولار اللي أصبح عملة عالمية. تجمع البريكس نشأ سنة 2009 من أجل مواجهة هذه الهيمنة، وتأكد ضرورة مواجهة هذه الهيمنة بالذات عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لما أمريكا استخدمت السلاحين دول ضد روسيا، وخروجا عن كل المواثيق والاتفاقات الدولية بدأت تفرض عقوبات هي والغرب وراها مش وراها على روسيا باستخدام التجميد الاحتياطي الروسي بالعملة الصعبة اللي هو بالدولار اللي كان في بعض البنوك الأوروبية. تقريبا أمريكا جمدت نص احتياطيات روسيا بالكامل الدولارين، لأن كل الاحتياطي العالمي تقريبا بالدولار، تقريبا حوالي 95% من احتياطي العالم احتياطي العملات في العالم بالدولار، و 80% من التجارة العالمية بتتم بالدولار. فدول كتير حتى اللي مش معادلة روسيا مش معادلة أمريكا، وحتى اللي مش عندها نية إنها تدخل في عداوات مع أمريكا أحست بالخوف والقلق. طب احنا اي دوله ممكن تختلف مع امريكا تجمد احتياطياتها وتوقف التجاره بتاعتها؟ مش بس كده، امريكا كمان خرجت روسيا من اتفاقيه سويفت اللي هي اتفاقيه التبادل البنكي للعملات للتجاره ما بين دول العالم، بمعنى انها عجزتها عن التصدير والاستيراد. طبعا كان ممكن تعمل ده مع اي دوله ثانيه تدخل تحت عداء معاها، فدي مشكله خلت كثير من الدول تتنبه الى انها لازم تخرج من هذه الهيمنه الاقتصاديه، سواء بانهم يعملوا عمله بديله زي ما الاتحاد الاوروبي كده عمل اليورو سنه 98 ودخل للعمل من سنه 2000 وبقى عمله بديله ومنافسه للدولار بل هو افضل من الدولار. ايضا دول البريكس بتفكر تعمل عمله جديده. القمة الـ15 للبريكس اللي كانت في جنوب افريقيا من 22 ل 25 اغسطس الماضي اقر دخول 6 دول جديدة. طبعا البريكس دول البريكس المعروفة المؤسسة هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا. الحقيقة الصين طبعا هي القائد الاقتصادي للبريكس الاساسي، لكن كان في 40 دولة عندهم رغبة في دخول البريكس، منهم 22 دولة تقدموا بطلبات رسمية، كان منهم مصر طبعا العالم العربي والجزائر والإمارات والسعودية. الدول البريكس اتفقت انهم ياخدوا فقط 6 دول من 22 دولة، هم مصر، السعودية، الإمارات، إيران، الأرجنتين وسوريا. كان في دول تانيه في افريقيا وفي العالم العربي متقدمه الطلبات زي الجزائر. المغرب كان عندها رغبه لكن ما قدمتش الطلب بسبب الجزائر. وكان في طبعا على مستوى العالم زي ما قلت 22 دوله، هم اختاروا منهم 6 دول فقط وعملوا حاجه اسمها بريكس بلس. من 1 يناير 2024 هتبقى 6 دول دي اعضاء رسميين في البريكس. طبعا في فكره طرحها لولا دي سيلفا الرئيس البرازيلي ومصر عليها، وهي انه يبقى للبريكس عمله موحده زي اليورو عشان تبقى بديل للدولار، لكن في مصاعب اقتصاديه حدثنا عنها استاذتنا انه ازاي نتحول من الدولار، بس انا مش هتاخد طبعا وهتاخد وقت، ازاي نتحول من الدولار
لعمله اخرى، لانه حتى اليورو رغم اني 20 سنه ولا 23 سنه عمله موجوده في العالم، ايضا لن يستطع ان يكون عمله تجاره عالميه زي الدولار. ما زال الدولار هو المهيمن على 80% من التجاره العالميه. هنستمع لاساتذتنا وابدا بالحديث مع الاستاذ مصطفى. تفضل. مساء الخير جميعا وشكرا على